موضوع في الحقيقة متعلق بشبابنا، شبابنا اللي بعد تخرجهم من الجامعة بيبتدوا يفكروا إزاي هيخططوا لحياتهم. احنا بنتكلم النهاردة عن التخطيط الوظيفي والتخطيط العملي والتخطيط المادي، يعني مستقبلهم تحديدا. هل التخطيط ده بيتطلب إن هم يرسموا خريطة يحددوا بيها أولوياتهم؟ هل شرط إن شغلانتهم اللي هيشتغلوها تكون مرتبطة بدراستهم اللي كانت في الجامعة؟ طب ايه خطورة التفكير السلبي عند بعض الشباب ان هم يكونوا فلوس كتير جدا في وقت قصير، زي ان هم مثلا يعملوا قناة على التيك توك، واللي طبعا في معظم الاوقات بينتهي بالفشل وبينتهي بان هم يعودوا مرة تانية للمربع رقم صفر. صحيح، خاصة لو ده مش معمول بكونتنت او بمحتوى محترم بالزبط. او عن خلفية محترمة او علم هو بيقدمه او معلومة. عشان كده احنا طرحنا مع حضراتكم النهارده السؤال ده، ازاي نقدر ان احنا نساعد شبابنا ان هم يخططوا لحياتهم الوظيفيه والماليه؟ الاجابه هنستعرضها بالتفصيل دلوقتي مع ضيفتنا في الاستوديو دكتور رأفت يوسف، استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه. نورنا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. طيب دكتور، الموضوع كبير قوي، يعني في ناس بتتخيل انه طيب خلاص انا ابني هيخش مدرسه كذا، بعد كده هيخش جامعه معينه، وبعد كده بقى يطلع لسوق العمل، وبتبقى الموضوع ماشي بشكل عشوائي كده. سؤال بقى، امتى نبتدي نخطط لاولادنا؟ لانه اكيد بيبتدي من الاسره. امتى نبتدي نخطط لاولادنا ان احنا نرسم لهم خريطه كده مستقبلهم؟ طيب بس انا عايز اقول، هو التخطيط في علم الاداره بيتحط تحت احد وظائف علم الاداره. يعني احنا عندنا وظائف كتيره في علم الاداره، التخطيط، المتابعه، مش عارف القياده. فالتخطيط احد الحاجات مهمه جدا. حضرتك اشرت لنقطه لطيفه جدا، عكس كلمه تخطيط هو العشوائيه، ان انا بمشي بقى الكلام اللي ملوش لازمه بقى، انا سايبها لربنا. هو ربنا ما قالكش خليك ما تخططش، لكن هي الفكره قصه التخطيط. انا بحط بحلل، احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما نبتدي انه لازم بحلل الوضع اللي انا فيه، انا فين دلوقتي وعايز اروح فين. انا فين دي بيسموها تحليل الوضع الحالي، عايز اروح فين ده بنسميه الهدف، اروح ازاي دي الاستراتيجيه بتاعتي. المشكلة الأساسية في كل خطوة من الثلاثة دول، لو أنا حللت غلط فأنا حللت إمكانيات أو إمكانيات ابني غلط، فأنا هروح في اتجاه غلط. لو حللت صح بس حطيت هدف مش متناسب مع إمكانياتي، زي ما بيجي الأب والأم أنا عايز ابني يبقى دكتور، هو إمكانياته ما تمشيش في النقطة دي، فبيحصل إحنا بنودي الولد في اتجاه كارثي. حاجة الثالثة، ممكن أحلل صح وأحط هدف صح بس الاستراتيجية بتاعتي تبقى غلط. وفي علم الإدارة تخططي تحط خطة بديلة. أنا ابني عايز يسافر يشتغل في الخليج، حلو، طب ما جاتلوش فرصة، خلاص الدنيا وقفت، لا لازم يكون عنده خطة بديلة. طب أنا لو ما جاتليش الفرصة دي هعمل إيه؟ فإحنا لازم نعلم الشباب والولاد الصغيرين يعني إيه خطة ويعني إيه خطة بديلة. السؤال بتاع حضرتك هو أنا إمتى أبتدي أخطط؟ قبل ما أبتدي أي مشروع لازم أحط له خطة. جورج برنارد شو عنده جملة حلوة جدا، لما تسمعيها تعرفي إنه في ناس كتير للأسف في الشارع ما بيفهموش يعني تخطيط. هو بيقول الناجح لديه خطة وبرنامج والفاشل لديه تبريرات. لان الفاشل ما نجحتش كذا ليه؟ اصل هم مش عارف كذا، اصل الامتحان كان جاي من بره المنهج، اصل هم مش عارف ايه. فدي اسمها التبريرات. لا، الشخص الناجح عنده خطه برده. ايلون ماسك، مش عارف بيل جيتس، جاك ما، الناس دي نجحت ليه؟ بالتخطيط. ومعظمهم كانوا ابتدوا ولا حاجه بس حاطط خطه من هو صغير. اللي مش عارف كان بيشتغل في ميكانيكي، يعني مثلا لولا دي سيلفا اللي هو الرئيس البرازيلي، الراجل ده لو خدت بالك صبعه الصغير مقطوع، لانه هو صغير كان بيشتغل في عامل في مصنع، وكان اشتغل مسح اغذيه وسوري احذيه، وفي الاخر الرئيس سادات اشتغل كذا حاجه، اشتغل بواب، اشتغل معاه، بس في الاخر كان عنده هدف ان انا او عندي خطه ان انا هبقى رئيس لمصر. هي دي فكره كل الناس الناجحه، لما تبصي هتلاقيهم كانوا عندهم خطه. الناس الفاشله هتمشي معاها بالصدفه او بالحظ. وبرضه انا عايز بس كل الناس عندها نفس القدرات يا دكتور، يعني الشخصيات كلها والامثله اللي حضرتك ذكرتها برضه هي شخصيات مش عاديه. وهو على فكره ممكن يبقى ابنك مش عادي، بس انت تختاري له مجال غلط فما ينجحش. فهو ما فشلش عشان، او هو فشل مش عشان هو ما عندوش امكانيات، ولا يعني مثلا ثلاث ارباع شباب مصر عايزين يبقوا ايه؟ محمد صلاح. يا جماعه ما هي قصه مش كده، القصة او محمد صلاح ماشي، ده راجل موهوب، انا ما عنديش موهبه محمد صلاح، فما ينفعش ابقى وانا صغير او انا اجي لابني اقول له ايه انا عايزك تبقى، هو يقول لك انا عايز ابقى زي محمد صلاح، ما عنده امكانيات ولا ما عندوش، اقول له لا حبيبي خلينا. ولازم حضرتك تختاري لابنك الرول موديل او القدوه. لو انا ابني مثلا شاطر قوي في الساينس ورايح ناحيه البيولوجي وبيحب قوي الاناتومي او التشريح، احط له صوره مجدي يعقوب، فانا اقول له هو ده
الصوره اللي انا عايز اكتبها. فانا من هو صغير ابني له حلم ان هو ده القدوه اللي انت هتبقى ماشي معاه. الراجل لا شاطر في الساينس ورايح للكيمياء احط له صوره زويل. فهي دي الفكره. والاب والام لازم يكون عندهم دور ان هم يساعدوا ابنهم في التخطيط، لان ممكن الابن ما يكونش عنده المقدره والامكانيات انه يحط خطه لسه صغير. انا اساعده بس مش اجبره، مش افرض عليه. يعني لازم نتناقش مع بعض عشان ما بقاش انا اصريت عليه. لان في حاجه حتى في علم النفس اسمها ريفرس سايكولوجي او علم النفس العكسي. الولد لما انا اقول له يمين وهو عنيد هيمشي شمال، فمش صح. لا احنا احيانا بنعمل العكس، نقول له شمال عشان عارفين هو عنيد عشان يمشي يمين. طب بالنسبه للام او الاب السؤال، خلينا ندخل في مشاكل عائليه يا فاضي. ها ماشي. السؤال النهارده موجه ليهم، ازاي اخلي طفلي او اعرف من طفلي هو بيحب ايه، وازاي انمي ده على مدار سنين عمره، وازاي في ابهات بتنجح جدا في القصه دي. هو الدور ده دور الام اكتر. تمام. لان هي اللي بتبقى متداخله مع الولد اكتر. احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، دور المدرسه لما المدرسه بتبقى مدرسه محترمه بيجي للاب والام تقرير الولد بيحب الماده الفلانيه، بيعمل كذا في الفسحه، بيعمل كذا. ده جزء. الجزء الثاني قوه الملاحظه عند الام. يعني تخيل حضرتك في الطب النفسي الاوتيزم اللي هو مرض التوحد، ممكن الام لو عندها قوه ملاحظه عاليه تكتشفه في الطفل وعنده سنه ونص او سنتين. للاسف الام لما يكونش عندها قوه الملاحظه الولد ممكن يوصل ل 10 سنين 12 سنه وبعدين يكتشفوا الولد مش مركز، الولد مش عارف ايه، رغم انه في ستات تانية لا. فانا عايز قوه الملاحظه، الام تبقى شايفه الولد بيحب ايه وبيكره ايه، موهوب في ايه. الحاجه الثانيه طب ما لاحظتش، امشي بمبدا الترايل اند ايرور، المحاوله والخطا. احيانا بعض الامهات تقول لك ايه، طب انا هودي الولد يتعلم موسيقى، ما جابش، خلاص يبقى هو مش موهوب في الحته. طب اوديه يلعب كوره. فالمحاوله الخطا ان انا بحطه في اكتر من سيتويشن او موقف بلاقيه في حاجه معينه ابتدى بشكل او باخر انه يعمل ايه، لا واضح انه موهوب في الحته دي. مش قادر اقيم خالص واديه لحد متخصص، عايز اشوف الولد ده. في سنترز كتيره جدا في مصر بتقيم الملكات والمواهب بتاعت الولد، ففي ادوات كتيره. لكن اسيب الولد كده ماشي وانا مش بوجهه بشكل او باخر، شيء طبيعي انه ممكن يبقى عنده موهبه وما اكتشفهاش. حاجه بتشوفها في الفن، بعض الممثلين ظهروا في الخمسينات والستينات، طب ما كانت عنده الموهبه بس ما اكتشفهاش. صح. ده خطاه، خطا بابا والده والدته. لكن طبعا كمان الزمن اللي احنا فيه والتكنولوجيا بتساعدك على انك تكتشف مواهب ابنك. يعني طيب دكتور، نتخطى اولياء الامور حرام. اوكي. كفايه كده عليهم. مش كل اولياء الامور او مش كل الاسر بتبقى يعني واخده بالها قوي من النقطه دي، بتبقى مهتمه باطفالها بيحبوا ايه مثلا فعلا، حتى بيحاولوا يساعدوهم في ان كان رياضه، حاجه فنيه، موهبه فنيه، او حتى لو مذاكره او ماده او ما الى ذلك، بس ما بيبقوش مدركين قوي ايه اللي يشتغلوا عليه. الولد كبر او البنت كبرت وخلاص دلوقتي هو بيمتحن وهيدخل جامعه، وما حلفوش الحظ ان اسرته عرفت هو ميال لايه اكتر او هي مياله لايه اكتر، يعمل ايه؟ تكلمي على الولد خلاص بقى. هو الطالب او الطالبه دلوقتي او مراهق او مراهقه، هو في سن دلوقتي هو اللي هيحدد لنفسه. طيب انا يعني هقول لك مثال بسيط جدا. القصه اللي حضرتك بتقوليها اكتر بتظهر في ثانويه عامه. انا ممكن ابويا يبقى راجل بسيط وامي ست بسيطه، فمش قادرين يساعدوني في اكتشاف موهبتي. شباب كتير جدا في ثانويه عامه بيخطط غلط لمستقبله لان هو مش فاهم طبيعه الكليات. فانا حابب الطب عشان البيولوجي كنت شاطر فيه. قصه مش كده يا جماعه، هي القصه قصه لو انت مش عارف امكانياتك كويس ومش عارف طبيعه الكليات دي، اقعد مع حد مثلا دخل كليه الطب قول له انا عايز اتفرج على المناهج اللي بتدرسوها واشوف انتوا بتدرسوا ايه. اروح مثلا لواحد تاني في هندسه، اروح لواحد تاني مثلا في سياسه واقتصاد. فدي بتساعد الولد لما ابص على حاجه قبل ما ادخل فيها، لانه مش صح ان انا ادخل مثلا طب سنه وبعدين اكتشف لا انا مش موهوب في طب فانا هنقل واروح هندسه، ده مش صح. لكن برضو ده نوع من التخطيط، ان انا قبل ما ادخل في حاجه بسمع عنها، ومش من شخص واحد، لانه احيانا ممكن اروح مثلا لمصطفى باشا يقول لي لا 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 ده الطب ده انا اتخنقت منه عشان هو للاسف مش ناجح في طب، فانا اروح قافش على كليه الطب بسبب راي. لا، انا بسال واحد واثنين وثلاثه واربعه، ومش باخد رايه بس، انا باخد رايه والمبررات بتاعته. طب ليه حضرتك ما حبيتش طب؟ طب انت اخترتها ليه؟ طب ايه اللي خلاك دلوقتي مش قادر تكمل فيها؟ فانا باجي في الاخر بوصل لقناعه، لا انا بعد ما بصيت على ده وده وده انا شايف ان انا ادخل الكليه الفلانيه. لكن احيانا بتلاقي الشباب بياخد قرار الشغل مثلا، انا عايز ادخل بيع او تسويق، هو مش فاهم طب ايه الفرق بين البيع والتسويق. تيجي تقول له يعني انت لو راجل عندك نوع من الابداع روح التسويق، التسويق محتاج ابداع. لو انت راجل عندك بقى قدره على التعامل مع الناس والاقناع والكلام ده كله روح ناحيه البيع. فهو احيانا بيختار وظيفه. يعني مثلا شباب كتير بيختاروا البيع ليه؟
عشان في فلوس كويسه وفي حوافز أسرع. وفي عربيه وبنترقى بسهوله لان الناس بعدين يدخل البيع وبعدين يكتشف انا مش موهوب في البيع. طب بشتغل ليه وبقى لي 10 سنين ولا 8 سنين؟ ما ده اختيار خاطئ. طب انت حطيت حضرتك ايدك على نقطه يمكن 90% من شبابنا، مش هقول 90%، هقول نسبه كبيره، اللي بيخشوا تحديدا تجاره وحقوق. اللي بيخش تجاره وحقوق ويمكن دي انا شفتها في ناس كتير من اصحابي، بيبقى مذبذب، يعني انا هشتغل محامي ولا محاسب ولا هشتغل مرشد سياحي ولا هشتغل سيلز ولا ما اشتغل في اجنس عربيات ولا اروح مش عارف، وتلاقيه مش عارف يعمل ويقعد يتنقل يا عيني 30 وظيفه وبعدين تكتشف انه في 35 هو انا عملت ايه؟ انا ما عملتش اي كارير. عشان كده حكي اللي بتقوله ده باين قوي في انه 90% من اللي بيشتغلوا شغلانات مالهاش علاقه بالكليه اللي دخلها. ايوه. فانا دلوقتي بشتغل مثلا سيلز وانا خريج حقوق او تجاره. طب انت سوري تجاره ماشي، حقوق. طب ليه انت دخلت حقوق؟ برافو عليك. لو هو دخل مضطر عشان مجموع خلاص ده، لكن هو لازم يبقى فاهم ان انا الكليه دي مش ماشيه مع امكانياتي، يعني في حاجه يعني مش هدخل في التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، فكره الشخص الفص المسيطر عنده في المخ هو الشمال ولا اليمين، ده بيحدد امكانياتك وملكاتك. الفص اليمين من المخ مسؤول عن الابداع والعبقريه والفنون ومش عارف ايه، فده رايح ناحيه هندسه، راح ناحيه فنون جميله، فنون تطبيقيه. الفص الايسر المخ مسؤول عن الارقام والاحصائيات، ده بقى راجل بقى رايح ناحيه مثلا تجاره. فهو لازم ابقى انا فاهم وانا داخل الكليه دي ماشي مع امكانياتي. طب دخلها غلط ومعرفش يخطط، نصيحتنا بقى انه يعني انت دخلت تجاره او حقوق وعمال تغلط في وظيفه في الثانيه وكل واحده ما بتحبهاش، يعني بتقول انا احنا دخلنا غلط في الكليه، عندنا مرحله ثانيه بعد كده دخل غلط كمان بعد الكليه. لا ده ربنا كرمه بقى بصراحه. نسبه كبيره ماشي، بس هو الفكره طيب هنفترض ان ده حصل، هو غلط في اختيار الكليه وغلط في اختيار الوظيفه، ما تطولش في الوظيفه اللي انت غلطت فيها. يعني دايما كده في علم الاداره يقول لك في ثلاث حاجات تنجحك في اي وظيفه: وظيفه تكون بتحبها، وظيفة تكون بتجيب فلوس، وظيفة تكون متناسبة مع إمكانياتك، وأعلي واحدة من الثلاثة دول أنت ماشي غلط. صعبة قوي على فكرة المعادلة. ثلاث حاجات: وظيفة بتحبها، وظيفة متناسبة مع إمكانياتك، وظيفة تجيب لك فلوس. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة، الكاريكاتيرز والكومنتات أو الحاجات الكوميكس اللي بتتعمل بعد العيد، محمود عبد العزيز وهو مدخلينه ويتعدم مش عارف إيه، يا جماعة ده حاجة يعني حاجة غير صحية. كون ان انا اخد اجازه 5 ايام وارجع مضروب على دماغي وانا رايح الشغل في حاجه غلط. فانت كده غالبا يا شخص كسول يا ما بتحبش الوظيفه بتاعتك، لان الطبيعي انه انا لما اخد فتره راحه لما اجي راجع الشغل بيبقى عندي طاقه وانرجي، لكن انا راجع مضروب على دماغي في حاجه مش مظبوطه. فلو انت اخترت شغلانه مش بتحبها هتبقى متضايق بعد الاجازه انك راجع الشغلانه، لو انت مختار وظيفه مش ماشيه مع امكانياتك هتبقى نفس المشكله، لو انت مختار وظيفه ما بتجيبلكش فلوس فانا رايح حاسس ان انا طب انا بعمل كل المجهود ده واخد لي 2000 جنيه في الشهر ولا 1000 جنيه، وده مش منطقي. فانت لازم تعلم ابنك انه الثلاث حاجات دول، يعني خلي بالك من النقطه الثالثه، لو انا وظيفه بحبها وماشيه مع امكانياتي وما بتجيبش فلوس كويسه ايه اللي هيحصل؟ مع الوقت هيكره. طب. هيكره طبعا. فاحنا محتاجين نعلم ولادنا الكلام ده عشان يبقى فاهم، ما تمشيش غلط فتره طويله وبعدين تقول لي انا هرجع تاني لنقطه الصفر زي ما حضرتك قلت. يعني دكتور يمكن احنا بنتكلم من منظور اكاديمي شويه ومحتاج يعني قدر معين من الوعي والثقافه ان كان عند الاسره او ان كان عند الشخص عشان يقدر يحدد امكانياته بشكل سليم، او حتى يقدر يتحرك ناحيه مركز او سنتر من السنترز اللي حضرتك قلت عليه عشان يعرف يحدد قدراته لو هو مش عارف. ولكن السواد الاعظم للاسف عنده تقدير خاطئ لامكانياته، واولياء الامور بيبقى احيانا عندهم تقدير خاطئ لامكانيات ولادهم، فبالتالي بيكبر الولد او بتكبر البنت وبيخش جامعه غلط او بيخش جامعه عاديه مش حاسس بباشن او بشغف ليها او ان هو عايز يدخل المجال ده، وبتشتغل او بيشتغل في وظيفه والموضوع بيجيب بعضه. امتى اقدر احدد انا ماشيه غلط؟ يعني انا هنا في مشكله، لو مثلا الوظيفه مش بتجيب فلوس زي ما حضرتك بتقول، ولا لو الوظيفه ما انا مش عارفه احدد امكانياتي صح. في 4 أو 5 نقاط بنعتبرهم مؤشرات للنجاح: المال، السلطه، حب الناس، الشهره. مش لازم الاربعه يكونوا موجودين، بس على الاقل يبقى في نقطتين او ثلاثه منهم. مستحيل اقول انا ناجح وانا ما بحققش فلوس. مستحيل انا ابقى ناجح وابقى مثلا عندي 40 45 سنه ولسه موظف ما بقتش مدير. الشخص الناجح عاده بيبقى شخص محبوب من الناس، الشخص الناجح بيبقى شخص مشهور. فانت لو عندك الاربع نقاط دول ولا واحده منهم اتحققت، يبقى حك الانطباع اللي عندك ان انت عبقريه وفاهمه كل حاجه وشاطره، هذا انطباع خاطئ. في الاداره الاب الروحي للاداره الحديثه اسمه بيتر دراكر قال جمله حلوه جدا، قال الاداره تعرف بالنتائج.
يعني حضرتك جبتي نتائج كويسة فأنت ناجحة. بيل جيتس قال جملة حلوة جدا، قال لا يلام الإنسان أن يولد فقيرا، لكن يلام الإنسان أن يموت فقيرا. فأنا ممكن أتولد فقير، ده إرادة ربنا، لكن أنا كون إن أنا ما نجحتش وما كونتش فلوس وموت فقير، ده معناه إن أنا ما عرفتش أوصل للي أنا عايزه. فهو المال أحد أشكال النجاح، لكن المال، السلطة، الشهرة، حب الناس. بعض الناس اللي على قدهم يقول لك الحمد لله انا طلعت بحب الناس، تقول له لا، ما حب الناس لوحده لا يكفي. طب بالنسبه للقيمه نفسها، يعني لا، في ناس على فكره عندها الاربع عوامل دول بس هو مفيش قيمه، بيقدموش يعني حاجه. يعني ايه قيمه تقصدي؟ يعني اللي بيعملوه ملوش قيمه الا في مجتمعهم ولا في محيطهم. يعني احنا بنشوف ناس كتير جدا مثلا على السوشيال ميديا، لا، محققين شهره، محققين فلوس، محققين نجاح، بس مفيش حاجه بتقدر. شكلها ايه؟ ترند وبعد وقت هيقع. انت عندك ناس كتيره بلوجرز سنة واتنين دون ذكر أسماء وفجأة دخلوا السجن. لكن تعالي شوفي مثلا اللي قدم قيمة، واحد زي مجدي يعقوب، واحد زي أحمد. هي دي النقطة، فكرة أنه لازم الشخص يكون بيقدم حاجة، بيعمل حاجة. ما هو عشان حضرتك الناس يحبوكي لفترة طويلة لازم تكوني بتقدمي قيمة. لكن أنا لو مستحيل الناس هتحبني وأنا سوري في اللفظ بهرتل لمجرد أن أنا أبقى ترند، أقول كلام عبيط ولا أقول كلام يعني يضحك الناس. يعني في نجوم الكوميديا، في ناس في نجوم في الكوميديا ما زالوا لغاية دلوقتي ليهم قيمة عظيمة. ليه؟ أو الناس بتحبهم ليه؟ عشان هو كوميديا هادفة، مش مجرد أضحك الناس وخلاص. طب في فريق بيقول لك أنا أول ما هتخرج هعمل وظيفة تأمين لي مستقبلي، وفي فريق تاني يقول لك لا، أنا هعمل مشروع خاص ويبدأ. يعني ترجح مين فيهم؟ مين اللي بترهن عليه إن هو يبقى أفضل، مع العلم إن اللي عمل مشروع خاص ممكن يفشل، وممكن اللي عمل وظيفة أيضا يفشل؟ بس هو هينجح إمتى في التخطيط؟ بس هو السؤال ده سؤال حلو. في إيه؟ أفتح مشروع ولا أشتغل وظيفة عادية سواء في الحكومة أو قطاع كل خاص؟ الناس فكرت التفكير ده. السؤال هنا، في ناس اللي هم بنقول عليهم رواد الأعمال الناجحين يمسك التراب يبقى ذهب، فهو عنده هذه الملكة. في ناس تانية ما عندهمش هذه الملكة، يبقى يعمل إيه؟ يدخل وظيفة ويترقى فيها ويكبر فيها. في ناس يعني مديرين شركات كبار يقول لك كده، تتكلم معي يقول لك أنا لو اديتني مشروع ما أعرفش أكبر مشروع، لكن أنا أشتغل في شركة وموجودة وعندها سيستم أنجحها. فهي برضو نرجع باك تاني لفكرة إمكانياتك إيه، وما تجريش ورا اللي انت شايفه. انا شايف مصطفى عمل مشروع وعمل فلوس كتير فانا اعمل زيه. لا، انا عندي امكانياته اعمل زيه، ما عنديش امكانيات يبقى اروح في الحاجه اللي تخليني انجح. لكن هو الشباب احيانا الحاجه اللي بتزغلل عينيه الفلوس السريعه. ودايما يعني عايز اقول لك حاجه صغيره، معظم الناس اللي انا بشوفهم عاملين فلوس سريعه تقعد كده تدور وراه تلاقي غالبا عامل حاجه غلط. يعني ما فيش حاجه في المنطق ان انا في لحظه اكون مليار جنيه، مستحيل. يعني مهما كنت حضرتك عبقري، ايه اللي هيخليك في خلال سنه او اتنين او تلاته تعمل مليار جنيه؟ ايه اللي غالبا هتكون حاجه عملت حاجه غلط. واللي عمل حاجه غلط في الاخر يعمل ايه؟ انت نجحت سنه او اتنين بعد كده رحت فيه كارثه بكل لانك ما كونتش خبره كمان. يعني لا خبره ولا مشيت على الارض صح. يعني مش فاكر كان مين اللي قال لك الاشجار التفاح او التفاح لا يسقط بعيدا عن اشجاره. يعني عايز يقول ان لما يكون الاب والام ناس محترمين بيطلعوا اولادهم بالمنظر طبعا. ده انا عايز اطلع ابني واحميه من فكره لا خلي بالك ده معاه فلوس كتير بس ممكن يطلع حرامي في الاخر. وانت لازم وانت بتعمل فلوس يبقى عندك العنصر الاخلاق، انا ما اعملش فلوس بشكل غير يعني صح. وظائف كتيره جدا ممكن تتربح من خلال اشكال يعني للاسف غير اخلاقيه. طبعا يكون راس مال تتربي ابن راس ماله هو نفسه، هو قدرته، هو عقله، هو اللي يقدر يعمله لنفسه ايا كان الظرف. والله كان معاه فلوس هو مقتدر وحصل ظرف يقدر يبتدي من الاول، حصل ظروفه كويسه يقدر يكبرها، يقدر يضيف قيمه لنفسه. احنا عندنا مشكله يا جمانه في حاجه، الناس اللي هم بيعانوا من الفقر احيانا الفلوس بتزغلل عينيهم، فبقى عايز يجري يوصل يحقق لان هو شايف ان الفلوس كانت المصدر اللي سببت له الحرمان. فبيدور بقى على اي وسيله عشان فانا كاب وانا كام احاول بقدر الامكان ان انا اقلل تاثير الحرمان على ابني عشان ما يوصلش لمرحله انه اي مصدر يجيب له فلوس واتيفر المصدر ده ايه يجري وراه. ودي نقطه مهمه جدا. يعني صحيح احنا يعني استمتعنا جدا مع حضرتك، قدمت افكار كتير لشبابنا، نتمنى ان يبقى في تخطيط حقيقي، نتمنى ان هم يدرسوا الكلام ده بشكل علمي ومنهجي، نتمنى ان هم يشوفوا ان الموضوع ما بيجيش صدفه. حتى لو الوالد او الوالده ما اكتشفوش قدراتك، انت ممكن تنمي حبك للموضوع. انا بحب المجال الفلاني هكبر فيه، هنمي فيه نفسي،
هستغل فيه قدراتي، سواء كنت طالب في المدرسة أو في الجامعة أو حتى تخرجت وعندك شغف في حاجة معينة، اشتغل حاجة اللي بتحبها بالتأكيد هتنجح فيها. بشكرك دكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، نورتنا يا فندم. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.